لو انت دلوقتي عايز تحذف حسابك على جوجل، لو انت بمعنى اصح دلوقتي عملت جيميل او عملت ايميل او عملت بريد الكتروني ايا من كان انت عايز تسميه ايه سميه، لو انت عايز دلوقتي تحذف الحساب ده لغرض مثلا انت خلاص مش محتاج الحساب ده في حاجه، مش عايز ان انت تستخدمه في حاجه، وفي نفس الوقت انت عايز تحذف الحساب ده بحيث ان هو ما يكونش له اي وجود على الاطلاق، هتعمل ايه؟ هتعمل خطوات بسيطه جدا، كل اللي عليك بس اللي انت هتعمله هتركز معايا في الفيديو ده عشان تفهم الدنيا فيها ايه. كل اللي عليك اللي انت هتعمله هتيجي هنا كده على صوره الحساب بالمنظر ده، وهتنزل على اداره حسابك على جوجل او مانج يور جوجل اكاونت، بتضغط عليها بالشكل ده. بعد كده هيطلع معاك الصفحه دي، في قائمه كده هتلاقيها عندك في الجنب ده، القائمه دي فيها الصفحه الرئيسيه والمعلومات الشخصيه والبيانات والخصوصيه، بتضغط على البيانات والخصوصيه بالمنظر ده، هيطلع معاك الصفحه دي، هتنزل تحت خالص بالشكل ده، ونفس الحاجات اللي احنا بنعملها دلوقتي من جهاز الكمبيوتر انت هتعملها من الموبايل، مفيش فيها اي اختلاف على الاطلاق، الخطوات هنا زي الخطوات هنا بدون اي مشاكل تماما. بتلاقي عندك اختيار هنا كده اسمه حذف حسابك على جوجل، بتضغط عليه بالشكل ده. تعال بقى كده معايا، بيقول لك حذف حسابك على جوجل، يرجى قراءه هذه الصفحه بعنايه فهي تتضمن معلومات من الضروري معرفتها. انت تحاول حذف حسابك على جوجل وهو يتيح لك الوصول الى خدمات جوجل المتنوعه، لن تتمكن بعد ذلك من استخدام اي من هذه الخدمات وستفقد بياناتك وحسابك، يعني اي حاجه متسجله على الحساب ده انت هتفقدها، مش هيبقى من امكانك ان انت توصل لها تاني. هنا بيقول لك قد لا تتمكن ايضا من الوصول الى الخدمات الغير صادره عن جوجل، يعني ايه الكلام ده؟ هتفهم دلوقتي حالا، حيث تستخدم مثلا في حالك كنت تستخدم عنوان البريد الالكتروني هذا اللي هو عنوان البريد الالكتروني اللي انت عايز تحذفه كبريد الكتروني مخصص لاسترداد الحساب لحسابك المصرفي، يعني بكل بساطه انت عندك حساب بنكي والحساب البنكي ده انت ربطه بالبريد الالكتروني ده، فساعتها بيقول لك ايه بقى؟ بيقول لك يمكن ان تواجه صعوبه في اعاده ضبط كلمه مرورك، يعني كلمه المرور اللي هي بتاعه الحساب المصرفي، وفي حال المتابعه عليك تعديل عنوان البريد الالكتروني في كل مكان تستخدمه خارج نطاق جوجل، يعني بكل بساطه انت لو مستخدم البريد الالكتروني ده عشان ترجع اي كلمه مرور لحساب تاني انت نسيته، يعني الحساب البنكي، فبيقول لك هنا لازم ان انت تعدل البريد الالكتروني في حسابك المصرفي، لان البريد الالكتروني اللي انت هتمسحه ده مش هيبقى ليه اي وجود على الاطلاق. هنا بيقول لك سيتم حذف هذا المحتوى كله، وملاحظه يمكن الا تحتوي قائمه ادناه على جميع خدمات جوجل التي ستتاثر بحذف الحساب، مثل الخدمات التي لم تعد جوجل توفرها، سيتم حذف بياناتك من هذه الخدمات ايضا اللي هي الجيميل وتطبيق المصادقه الثنائيه واليوتيوب وتقويم جوجل والمحتوى الرقمي وتطبيقات جوجل بلاي، كل المحتويات دي هتتحذف. بيقول لك هنا بقى خدمات جوجل المرتبطه، تتيح لك خدمات جوجل التاليه امكانيه تغيير حساب جوجل المستخدم للوصول اليها، واذا كنت تفضل اجراء ذلك التغيير فانقر على اسم الخدمه ادناه لمعرفه المزيد. سيبك من كل الكلام ده، اذا كنت لديك اي معاملات ماليه معلقه ستبقى مسؤولا عن هذه الرسوم، يعني بمعنى اصح الحساب ده لو عليه اي فلوس من اي من كان هتبقى انت مسؤول ان انت لازم ان انت تسددها. هتيجي هنا كده هتضغط على علامه الصح هنا، نعم اقر باني ما زلت مسؤولا عن اي رسوم يتم تحصيلها مقابل اي معامله ماليه معلقه، وادرك انه لم يتم دفع ارباحي في ظل ظروف معينه. وهتيجي هنا تعلم علامه صح برضو، نعم اريد حذف حساب جوجل هذا وكل بياناته نهائيا، وبتيجي هنا كده على حذف الحساب، بتضغط عليها بالشكل ده، هتسيبه طبعا لغايه لما يخلص معاك تحميل خالص. هنا بيقول لك تم حذف حسابك على جوجل وكل بياناته، اذا حذفت حسابك على جوجل عن طريق الخطا ستكون لديك فتره زمنيه قصيره لمحاوله استرداد الحساب، يعني بمعنى اصح انت لو حذفت الحساب ده عن طريق الخطا وانت ما كنتش عايز ان انت تحذفه عندك فتره زمنيه معينه مش متاكد ايه هي الفتره دي ان انت تقدر ان انت تعمل استرداد للحساب. طبعا هنا الحساب خلاص ملوش اي وجود تماما، الحساب ده انت لو عايز دلوقتي تعمل له استرداد بتضغط هنا على كلمه استرداد الحساب، وهو ده كان يبقى الموضوع بكل بساطه عشان تقدر ان انت تحذف الحساب بتاعك على جوجل لو في حاله ان انت خلاص مش عايز ان انت تستخدم الحساب ده او البريد الالكتروني ده ما كانش له عندك اي وجود او اي استخدام، هي دي الطريقه اللي انت تقدر ان انت تحذف بيها الحساب بتاعك. لو عندك اي استفسار او عندك اي سؤال اكتب لي تحت في الكومنتات وهرد عليك. لايك وشير وسبسكرايب واشوفك الفيديو الجاي، سلام.